للأسف الشديد أنت واحد من ضمن مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى اللي مش هيستلموا أرباحهم من اليوتيوب الشهر ده، ولازم تتابع معايا الفيديو ده للنهاية علشان تفهم إيه السبب. لو جينا بصينا مع بعض وشفنا يوم 21 بيتم إصدار الدفعة الأخيرة، بيجيلك رسالة زي دي اسمها مراجعة الدفعة الأخيرة يوم 21 من كل شهر. لكن النهاردة يوم 21/5/2024 الساعة 8:30 بالليل، إلى هذه اللحظة لا يوجد أي معاملات في حساب أدسنس. يعني لو جينا دخلنا على حساب أدسنس وعملنا صفحة الدفعات وعملنا عرض المعاملات وبصينا على عرض المعاملات، هتفهم ان للأسف الشديد مفيش اي حاجة تمت من قبل أدسنس، ولا مراجعة ولا اقتطاع للضريبة. وهتفهم معايا دلوقتي بالتفصيل وانا بوريك. لما نيجي نشوف عرض المعاملات قدامنا، هنبدأ نشوف ان يوم 21 من كل شهر اليوتيوب بيعمل اقتطاع قبليها بفترة للضرائب. الاقتطاع ده بيخلص قبليها بفترة، يعني قبل ما يتم تحويل وتأكيده بخمس ساعات او سبع ساعات. لو عملنا عرض المعاملات دلوقتي وبصينا كده، هنلاقي لا يوجد اي معاملات في هذه المدة الزمنية. المفروض اصلا ان يوم 21 يكون في اقتطاع للضريبة، وكمان الدفع ده يكون قيد المعالجة، لكن مفيش حاجة حصلت. هتفهم دلوقتي السبب بالتفصيل. بس خد بالك ان انت ممكن تكون واحد من ضمن الناس اللي مش هيستلموا الارباح، وهتفهم ليه. لو جينا بصينا على الخطوات التي يجب اتباعها لتلقي الدفعات، اول حاجة لازم تتأكد منها وتبص كده تشوف المعلومات الضريبية. هل حضرتك المعلومات الضريبية والنموذج شغال عندك ولا لا؟ يعني ايه شغال عندي ولا لا؟ لو جينا مع بعض ودخلنا على معلومات الدفع، من معلومات الدفع دخلنا مع بعض على إدارة الإعدادات، من إدارة الإعداد دخلنا مع بعض على المعلومات الضريبية. هل النموذج مقبول ولا لا؟ ادخل كده شوف هل النموذج مقبول ولا لا. لو مقبول وشغال، يبقى حضرتك عندك الخطوة الأولى شغالة زي الفل. اهو كده الخطوة الأولى شغالة زي الفل. رقم 2، تأكيد المعلومات الضريبية او المعلومات الشخصية، مش الضريبية، المعلومات الشخصية. يعني حضرتك لو جيت دخلت عندك على اليمين ودخلت على تأكيد الهوية والعنوان، هتبص هنا وتشوف هل التحقق من العنوان واثبات الملكية الاتنين مكتملة ولا لا. خد بالك ان ادسنس القديم اللي شغالين زمان مش عندهم تأكيد اثبات الهوية، فلو حضرتك مش عندك ما تقلقش، لكن لو عندك يبقى انت زي الفل وعامل اثبات ملكية ومش عندك اي مشاكل. وخد بالك ان الفترة اللي جاية هيتم ارسال اثبات ملكية لمجموعة كبيرة جدا من حسابات ادسنس، منهم المتوحد فكرة، وهثبت لك بالدليل الفترة اللي جاية. معنى كده ان حضرتك محتاج تشوف اثبات الهوية والتحقق من العنوان. طيب لو انت كل حاجة عندك زي الفل هنا، هل هتستلم؟ لا. ليه؟ لان حضرتك لازم تدخل تتأكد من معلومات الدفع وتبدأ وتبص وتشوف هل البنك بتاعك اللي انت ضايفه في حاجة فيها مشكلة ولا لا، في احمر عندك هنا ولا لا. لو احمر يبقى انت محتاج تعالج المشكلة، لان هيتم رفض الدفعة ورفض اصدار الدفعة. لو كل حاجة عندك شغالة هنا زي الفل، يبقى حضرتك مش عندك مشاكل في الخطوة الثالثة. لو جينا بقى ان احنا اخترنا طرق الدفع، طيب هتستلم؟ ده في استيفاء حد الادنى. الحد الادنى ده اللي هو 100 دولار. طب دي هتعرفها منين؟ هتدخل على اليوتيوب كده بتاع ادسنس وهتشوف. لو هنا وصل عندك 100%، اعمل عرض المعاملات دفعات كده 100%، يبقى انت حديت الحد الادنى وتقدر تستلم. طيب انا ما فيش عندي اي مشاكل من المشاكل دي، وكل حاجة عندي شغالة، ما فيش اي مشاكل، ايه المشكلة؟ المشكلة مش عندك. ازاي بقى؟ يبقى انا كده ما عنديش اي مشاكل. ايوه ما عنديش اي مشاكل. المشكلة هنا ان حضرتك لازم تفهم ان اليوتيوب بيتم ارسال الدفعات من يوم 21 الى يوم 26. دي المخطط الزمني للدفعات. يعني لو جينا بصينا على المخططات الزمنية للدفعات وبصينا كده، هنلاقي ان ايه، بيتم ارسال الفلوس بتاعتك من يوم 21 في الشهر الى يوم 26، ما بين 21 الى 26 من الشهر، وتظهر عبارة الدفعة معلقة في صفحات الدفعات للإشارة إلى أن الأرباح قيد المراجعة والمعالجة وإصدارها إلى المؤسسة المصرفية اللي حضرتك بتتعامل معاها. طيب إلى هذه اللحظة ما عملش أي حاجة، تقلق؟ ما تقلقش. ليه؟ لأن في بعض الأحيان
لو جينا بصينا على الدفعة الأخيرة وبصينا هنلاقي إن في بعض الأحيان الدفعة الأخيرة يوم 22 في الشهر تم إصدارها، يوم 22 في الشهر تم إصدارها، يوم 22 في الشهر تم إصدارها. يبقى حضرتك إلى هذه اللحظة ما تقلقش، مش محتاج تقلق. تقلق امتى؟ لو عندك اي مشكله من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء المعلومات الضريبيه، اثبات الملكيه، اثبات الهويه، اي حاجه من الحاجات دي، عندك تعليق لان حضرتك عملت تغيير في حساب ادسنس فعندك تعليق بالاحمر، يعني لو عندك هنا في الصفحه الرئيسيه كده اي تعليق هنا باللون الاحمر، معنى كده ان انت ممكن يكون عندك مشكله في حساب ادسنس محتاج انك تحلها قبل ما تتاكد من تحويل او اصدار الدفعه الاخيره. لكن لو حضرتك ما عندكش اي مشاكل، اشرب شايك واقعد استنى الدفعه الاخيره. انت مش عندك اي مشاكل والمشكله دي مش هتاثر على ارباحك، وانت واحد من ضمن الناس اللي هتستلم ارباحها واللي ما عندهاش اي مشاكل. اللي عنده مشاكل هم الناس اللي اتكلمت عنهم دلوقتي، اللي انا من الصبح لحد دلوقتي بحاول اعالج في مشاكل كتير جدا في نموذج. النموذج ده اسمه نموذج المعلومات الضريبيه اللي حضرتك لازم تدخل تتاكد منه. عايز اقول لحضرتك انا من خبرتي قاعد بتعامل على ادسنس من الصبح، في تقل كبير جدا في الموقع، في تقل، حاسس ان في حاجه تحديثات بتحصل، في حاجه بتحصل، مش بس كده في اليوتيوب عموما، يعني اليوتيوب عموما من الصبح في حاجة بتحصل، في تحديثات بتحصل، مش من الصبح كمان، ده من يومين، في حاجة بتحصل، في تغيير في نظام علامة الصح في إثبات الملكية وإثبات المئة ألف، في مشاكل في أدسنس ما بيفتحش، يعني أنت لو جيت بصيت أول الفيديو ده هتلاقيني بحاول أفتح الصفحة مرة واتنين وتلاتة على الرغم إن أنا النت عندي كويس. فهنا الموضوع مش مقلق إطلاقا ليك. الموضوع طالما حضرتك بتستلم أرباحك كل شهر ومش عندك أي مشاكل في أدسنس، يبقى عندك حل واحد بس وهو الانتظار. ده الحل الوحيد علشان تستلم ارباحك، لان انت لسه ما عدتش مرحله الخطر. انت مرحله الخطر لما يجي يوم 26 ما تستلمش. وعلى فكره اول ما يتم اصدار الدفعه هتلاقيني بطمنك على ادسنس واروح منزل لك في المنتدى عند المتوحد فكره، اقول لك يا جماعه ادخلوا اطمنوا على ارباحكم. او لو تم اصدار الاقتطاع الضريبي حتى، يعني لو جينا دخلنا على عرض المعاملات وتم اقتطاع المعلومات الضريبيه او الضرائب الموجوده وتم اقتطاعها، هتلاقيني بقول لك. لكن المشكله دي مش مشكلتك انت لوحدك، المشكله دي مشكله عامه، وهي مش مشكله، هو تاخير، يعني مش مشكله، مفيش حاجه نعملها، مفيش حل، في انتظار بس. يعني انت كل اللي عليك تعمله انك تنتظر. طالما مش عندك اي مشاكل من الاربعه اللي قلناهم في الاول، يبقى حضرتك هتستلم ارباحك عادي جدا. ما تقلقوش وبلاش احباط لنفسك وبلاش تفكير في الموضوع ده، لان اصلا انت مفروض النهارده التلات، يوم الاربع والخميس، عندك يومين تستلم فيهم ارباحك. لو مش كده هتستلمهم يوم الحد اللي جاي. يبقى حضرتك لازم تعرف ان في يوم الجمعه والسبت اجازه ومش معاد عمل، لان هنا بقول لك ايه، انك بتستلم الدفعه الاخيره في خلال 5 ايام عمل. يوم الجمعه والسبت مش ايام عمل. فعايز حضرتك تهدى كده، ما تقلقش وما توترش نفسك وانتظره، وسيتم اصدار الدفعه الاخيره في القريب العاجل. يعني انا برهنك ان هيتم حل المشكله للنهارده لبكره بكتير جدا، وهي مش مشكله، هي تاخير. شكرا للجميع.